السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجمة حلقتنا اليوم مع الجماهير تويوتا لاند كروزر أو بالاسم الأصح شك في الجيب متى ما تجي تبيعها تنباع معك هذه السيارة اللي حققت نجاحات كبيرة جدا أكثر من عشرة ملايين سيارة لاند كروزر انباعوا أعتقد معظمهم إلى الآن يمشي على الشارع لاند كروزر اللي معنا لليوم موديل 2020، جيت شو قالت؟ نحن عندنا هالسيارة، الناس تشتريها للاوف رود، في ناس تشتريها لاستخدام المدينة، فليش نهتم أكثر في الناس اللي تشتري السيارة هذه لاستخدام المدينة، نعطيهم سيارة أكثر فخامة، أكثر هدوء، أكثر راحة، مقارنة بالنسخ القياسية أو النسخ المخصصة لدفع الرباعي، فراحوا أطلقوا بشهر أكتوبر السنة الماضية 2018 نسخة جراند تورينج هذه النسخة مخصصة للمدينة. وبنفس الوقت فيها قدرات أفرود بالاخر السياره دفع رباعي متواصل دائما عندك 4x4 وعندك انت نظام الزحف موجود بالسياره يعني هذه السياره تمشي اوف نفس قدرات اللاند كروزر العاديه ولكن هذه السياره شو اللي بيعيقها شوي بالأفرود مقارنه بالنسخ مثلا القياسيه نسخه الجراند تورينج نسخه فخامه نسخه خلينا نحكي كشخه في الشارع فعليها صدمات او بمبرات اماميه مختلفه فعم نشوفها مقتربه على الارض اكثر بتحس شكلها رياضي هجومي فخم اكثر جديد 2020 شو صار عندك انت بصمه اللاند كروزر موجوده على البمبر الامامي، مع وجود هذه الحواف ليكون شكلها رياضي وفخم اكثر مقارنه بالنسخه العاديه، النسخه العاديه بيكون عندك ارتفاع اكثر عن الارض فانت بتقدر تدخل أوف رود او الرمل بشكل افضل مقارنه بنسخه الجراند تورينج المخصصه للفخامه والمدينه بشكل عام، شبك ايضا جديد على لاند كروزر عندك حساسات اماميه موجوده وكشاف امامي ايضا موجود على لاند كروزر 2020 نسخه جراند تورينج اضاءه السياره بنسخه 2020 لاند كروزر جراند تورينج جي اكس ار بيكون عندكم فيها تعتيم خفيف طبعا عندكم اضاءه زنون وعندك ال اي دي وعندك الديم ايضا باللون الاصفر ديم السياره صراحه والضوء العالي واطي رهيب جدا قوي جدا جراند تورينج نسخه الجراند تورينج من لاند كروزر 2020 تتوفر على الجي اكس ار تتوفر على الفي اكس ار الفي اكس ار بيكون اسمه في اكس ار سبورت جراند سبورت بشكل عام هذيك نسخه المحرك الاقوى ال5.7 اما هذه اللي معانا الجي اكس ار بتكون محرك ال4.6 حنتكلم عنه ان شاء الله على الطرقات معلومه جدا مهمه انه انا سبق وتكلمت عن لاند كروزر هذا الجيل بتجربه تفصيليه واوف رود كانت بتمنى منكم تحضروا الحلقه اسفل هذا الفيديو حلقه تفصيليه بالكامل اما حلقه اليوم راح تكون حلقه يعني مواصفات فخمه وتصوير حلو بايدي المبدع عمور مع لون جديد على 2020 لاند كروزر اللي هو سباركلينج بلاك هذا اللون الاسود اللي فيه مثل لمعات حلوه جدا الان بترككم مع لقطات جماليه بمونتاج المبدعين حسام وايمن بعدين تعالوا نشوف السياره من الجنب لاند كروزر 2020 جراند تورينج جي اكس ار تتوفر بجنوط مقاس 20 انش مع اطارات دنلوب مقاس 285 50 هذه جنوط ايضا تصميمها رياضي اجريسيف عنيف شوي مقارنه بالجنوط القياسيه تتوفر على اي اكس ار مثلا فرامل السياره نفسها ما تغيرت انظمه التعليق ايضا ما تغيرت انظمه التعليق الموجوده على السياره انظمه التعليق العاديه العمليه اللي تعودنا عليها من تويوتا بشكل عام ناعمه على المطبات والحفر السياره ناعمه بكل صراحه وزنها كبير فما بتحس انت في الحفر كثير والمطبات ولكن على المنعطفات حتحس انت بوزن السياره انه السياره بتتماوج فانتبهوا شوي على المنعطفات لا تاخذوا المنعطفات بسرعات عاليه يا جماعه خير في اللاند كروزر مرايا السياره عندكم عليها إضاءة اشاره وعندك انت الان الجراند تورينج بيجي عندك الاسود اللامع على حواف النوافذ مع وجود اكيد الكروم اللي هو على كل مكان في السياره ودواسات جانبيه موجوده شوف السياره من الخلف لاند كروزر جراند تورينج من الخلف شو بميزها ايضا عندكم انتم البمبر الخلفي بيختلف في عندكم مثل كيت خفيف حساسات اكيد موجوده الكاميرا موجوده والاختلاف ايضا بيكون من ناحيه بصمه جراند تورينج وجي اكس ار وعندكم بصمه ال 8 اذا كان عندكم بصمه في 8 يعرف انه عندك انت ماكينه ال 4.6 او ال 4600 سي سي اذا كان عندك انت ماكينه الاكبر الشهيره ال 5.7 بيكون كاتب لك انت 5.7 تمام هذه السياره من الخلف عندكم اضاءه ال دي بالتاكيد طبعا انتم البوابه الخلفيه باب الصندوق الخلفي يفتح عندكم عن طريق الزر معروف الاند كروزر الباب عندك يفتح على قسمين الجزء الاعلى والجزء اللي بالاسفل عندكم انتم من الداخل عندك 456 لتر حجم حموله مقاعد بتنزل تمام طبعا انا جربت بالحلقه السابقه المساحه الخلفيه للمقاعد فعشان هيك لا ما حنضيع لكم وقت ونعيدها مره ثانيه هي نفسها ما تغير فيها شيء من الداخل الان شوف السياره من الداخل شو اهم التغيرات اللي صارت على نسخه جراند تورينج 2020 من لاند كروزر. ما شاء الله طبعا لاند كروزر من الخلف واسع جدا أه ومريح حتى المقعد المنتصف الوسطي شوفوا كيف حتى هذا المقعد مريح حتى بالنسبه لراس الشخص اللي جالس ما شاء الله التكييف خلفي موجود بالمنتصف وبالاعلى على السقف فما عندك اي مشاكل تبريد السياره مروحه واحد الحراره 23 او 22 بارد جدا ما شاء الله حتى الصيف حراره 40 ما عندك اي مشاكل وهذا الشيء معروف اعتقد عن تويوتا ما في داعي كريم اصلا اذكر هذا الموضوع عندك اضاءه داخليه باللون الاصفر مسند وسطي موجود مساحه تخزين صغيره وعندك انت حاملات الاكواب هون مثل مكان صغير تحط فيه اغراضك هذا اللون الداخلي البني الجديد على لاند كروزر مع الجلد والشاموال موجود وتطريز الدايموند او الشكل الالماسي للتطريز ايضا متوفر على نسخه الجراند تورينج الجي اكس ار 2020 من تويوتا عندك ايضا تخشيب واللون الاسود على الابواب البرش بطريقه جدا جميله والتخشيب الموجود الداخلي على الابواب او حتى في المنتصف التكييف الخلفي بتم التحكم فيه من خلال هذا الكوماند سيستم او الازرار الموجوده بالخلف بشكل منفصل عن التكييف الموجود بالامام وعندك مدخل باور 12 فولت او 120 واط اللي هو نفس مكان التشارج او ممكن تحط فيه انت في ناس تحط فيه ثلاجه تحط فيه اشياء رغم من وجود ثلاجه اصلا في السياره نشوف لاند كروزر الان من الامام <applause> بسم الله الرحمن الرحيم السياره طبعا اخذناها ماشي 200 كيلو ليناها الحين ماشي 1050 كيلو احلى شيء صوت تشغيل هذه هذا الصوت اللي بيشعرك بالامان انك انت تشغل السياره تحط جير وتمشي ما عندك اي مشاكل براحه بال ولا اروع بمكاين تويوتا الشهيره اللي طولت الى الان ما تغيرت ولكن الناس حبتها فتويوتا مطولين بانتاجها شكلهم شاشه 10 انش تعمل باللمس مع نظام نافيجيشن عندك انت فيك تحط سم كارد في عندك بلوتوث هذه الشاشه تجي على نسخه الجراند تورينج في نسخ قياسيه بيجي عليها شاشه 7 انش مثلا تمام نظام صوت عندك ستة سماعات على نسخة الجي اكس ار جراند تورينج في نظام صوت اعلى الجي بي ال على نسخة الفي اكس ار ونسخة الفول اوبشن هذيك الأغلب بتكون اصلا بالسعر أه... تكييف سيارة تكلمنا عنه ما في اي مشاكل عندك الكروم موجود على حواف فتحات التكييف ايضا في السيارة أه... تطريز الابواب وتلبيس الجلد على الابواب جدا جميل حبيته موجود في اللاند كروزر الجديد 2020 شيء ايضا تكلم عنه صار اللي هو لمسات الاسود اللامع بكل مكان واللون الاسود واللون البني مع التخشيب الاسود يعني في تداخلات الوان جميله داخل السياره فتحه سقف موجوده عاديه في اللاند كروزر والاضاءه بلون اصفر عندك مكان النظارات وعندك شيء جميل ايضا الا هو الشاحن اللاسلكي او الشاحن الوايرلس موجود عندك هون شوف شغال ما جراته تصدقوا شغال بس يضوي عندك لون برتقالي يعني ينشغل تمام وعندك هون مدخل باور اي او اكس ويو اس بي موجودين هذه قطعه بتغلق او بتفتح حبيت كل كل شيء بيتسكر عشان ما يدخل فيه اتربه ولا غير ذلك نظام الدبل او الفور ويل عندك الفور هاي والفور لو وعندك انت هذا اللي بيعطيك انه افضل التفاف باضيق مكان عندك نظام الكراول الزحف هذا التحكم فيه من خلال هذا القرص ايضا تكلمت عنه بالسابق وجربته بحلقه 2016 نفس النظام ما تغير عشان هيك حتى لو جراند تورينج نسخه مخصصه للمدينه بشكلها وفخامتها الا الا اذا انت حبيت تروح أفرود سياره جاهزه تروح معك نظام كراول والقرص تشغل تطلع السياره لحالها من التغريز ديفلوك موجود بالسياره تراكشن كنترول السياره الرئيسي اي سي... إي, س... اي سي تي سكن السياره تقوم فيها ثاني والاي سي تي باور ان تعطيك فول باور واداء للسياره بافضل حالاتها تكون بس تضغط هذا الزر عندك انت حاملات اكواب اثنين وعندك هون اول فتحه في مكان تخزين مثل ما عم تشوف صغير جدا ولكن الفتحه الثانيه الشيء الجميل ثلاجه كول بوكس باور ثلاجه ممتازه جدا للخطوط والسفر ما السياره هذه جراند تورينج ايضا راح تكون مناسبه للسفر والخطوط مريحه جدا عجل القياده عندك انت فيها لون تخشيب اسود عندك انت مثبت سرعه بالخلف عندك شاشه وسطيه بين عدادات مقاس 4.2 انش عشان تعطيك معلومات مهمه عن السياره يعني حاله السياره اطارات تنبيه هذا في اي مسج سيتنجز uh, وغير ذلك معلومات انت ممكن تفيدك مثل ما تشوف صرفيه ما صرفيه واستهلاك وكم بمشيك البترول الموجود وغير ذلك والسرعه لاند كروزر 2020 شو صار في ايضا تغييرات عندكم شايفين هذه القطع على الكونسول صارت مغلفه ايضا بالجلد مع التطريز هذا هذه القطع صارت مغلفه بالجلد لفخامة اكثر عندي ازرار عديده بالخلف نتكلم عنها عندكم زر تنظيف الاضاءات شغلته بهدلت السياره ما في مشكله اوكي عندك هون زر التحكم بحده الاضاءه ار اس سي اي اللي هو بيفصل الوسائد الهوائيه في حال تدخلت اوف رود بيفصلهم عشان ما يفتح الايرباك على اي ميلان خفيف الا اذا صار ميلان قوي لا قدر الله السياره تعرض للانقلاب اكيد حيفتح الايرباك لسلامه الركاب عندك انت المرايا فولد انه هي تسكر المرايا او تفتح عند اغلاق السياره ولا انت اوتو تكون تعال كيف قفلت الان او تخليها اوتو عندك تحكم في المرايا بهذه الازرار وعندك زر بالاسفل هو تشغل او تفصل اصوات الحساسات الموجوده بالسياره وبس هذه السيارة بشكل عام من داخل لاند كروزر 2020 نطلع نتمشى شوي بالسيارة اخبركم عن معلومات الميكانيكية نحن اول مرة نجرب هالماكينة ببرنامجكم تيست درايف فنتكلم عن معلومات ال 4.6 الماكينة الشهيرة من لاند كروزر وارقامها وتسارعها ومصروفها للوقود بسم الله نحرك لا تنسوا حزام الامان دائما لسلامتكم قبل موضوع المخالفات لاند كروزر جي اكس ار جراند تورينج 2020 والمحرك محرك GXR اكس ار هو عباره عن محرك 8 سلندر في 8 سعه 4.6 لتر او 4.6 تمام هذا المحرك يطلع قوه 304 حصان 304 فقط ولكن عزمه كويس 439 نيوتن متر هذه الماكينه يا جماعه الخير للناس اللي هم ما يحبوا 6 سلندر باختصار وبنفس الوقت ما بدهم قوه ال 5.7 فبس هو مجرد بده رقم في 8 فهذه الماكينه حتكون احد خياراتك هذه الماكينه مناسبه للسفر ماكينه تسحب وراك حمولة او انت محمل السياره فانت ستة سلندر ما بكفيك مثلا حمولتك دائما سبعه ركاب ومحمل مثلا اغراض فوق السقف وساحب مقطوره وراك فهذه الماكينه يعني تفي معك بالغرض آه هذه الماكينه يا جماعه الخير تنطلق بالسياره بالتعاون مع الجير السته سرعات اوتوماتيكي من صفر ل 100 يعني بين 8.5 ل 9 ثواني نحن حنختبر الان تسارع امامكم ونشوف كم حتجيب السياره تسارع من صفر ل 100 بالنسبة للسرعة القصوى للجي اكس ار 2020 بماكينه ال 4.6 بتكون عندك انت 200 كيلو بالساعة، الحلو في اللاند كروزر عندك خزان وقود كبير صراحة 138 لتر، يعني هذا الخزان مناسب للسفر المسافات الطويلة، عندك استهلاك السيارة حبتين عالي، ليش؟ لأن عندك يعني مثل نحكي الميكانيك تقليدي بسيط قديم، وهذا الشيء يعني له إيجابيات له سلبيات، له إيجابيات كيف إن السيارة خلص المحرك هذا مشهور. ما في اي اخطاء ما في اي مشاكل لان الناس عرفته تويوتا عرفته حلت اذا كان في مشاكل اول ما طلع كله نحل وخلاص فالماكينه بسيطه جدا صيانتها سهله خلاص غير بواجي وزيت وامشي فهذه الماكينه هذه ايجابيات ولكن سلبياتها شو تكون تقنيتها باستهلاك الوقود شوي قديمه فاستهلاك السياره للوقود يعتبر حبتين عالي ليش السياره لتر واحد من البنزين يمشيك 8.4 كيلومتر فقط يعني يا دوب 8.5 كيلو باللتر الواحد طبعا هذا الشيء مو بس عشان الماكينه وزن السيارة الكبير، مقاومة للهواء بشكل كبير، أنا مثلا عم تشوفوا شكل السيارة الضخم في الشارع، مو سيارة سبور صالون كذا انسيابتها عالية فهذه انسيابتها مو قوي، رغم انه والله عزلها على الخط وممشاها 130 140 هذه السيارة، حتى ضربات الهواء مو قوية مو مزعجة، بتحس انه السيارة رزنة. مستوى الامام باللاند كروزر ما شاء الله السيارة عملاقة بالحجم وال ما شاء الله وزنها كبير فما في يعني مو, مو موضوع انه سيارة تفلت معك، لا لا ما في هذا الموضوع. وسائل هوائية عندك أمامية وعندك جانبية وعندك بالخلف بالنسبة للأطفال أيضا في وسائل هوائية اللي بي اس والقصص كلها موجودة بالسيارة مثل أي سيارة تقليدية ثانية والأمان أولا وأخيرا بيد الله سبحانه وتعالى بس غير هيك السيارة يعني شو فينا نحكي والله مميزات إيجابيات بتلخيص سريع إيجابيات السيارة كثيرة جدا عملية تريح بالك تكييف بارد واسعة ناعمة جدا على المطبات إذا انتقدنا السيارة بانتقادات موضوع ولا البادي رول إن السيارة على المنعطفات تلتف نحن يمكن نروح شبابيه شوي عاليه فانا متعود الف بسرعه والله عاليه شوي على المنعطفات فبحس السياره فيها بادي رول عالي فجوا السياره كل الناس بتهزز معك هذا بحكم ايضا وزنها وانظمه التعليق القصر فيها تكون مريحه بالخط وكذا ولكن على المنعطفات السياره بتحسها ناعمه على المنعطفات فبتحسها بتتمايل بشكل كبير فرامل السياره تفي بالغرض ولكن بالفرمله الطارئه ايضا حصير في عندك انت تماوج بالسياره فانتبهوا شوي لان وزن سياره كبير لا تعتمد دائما على الفرمله بالحاره الطارئه لان وزنها كبير السياره فحتستهلك الفرامل بشكل اكبر فاعتمد على الانجن بريك اللي هو يعني فرمله الماكينه اللي هي بالغيارات العكسيه بما انه عندك انت جير السياره على جهه اليسار عندك سبورت مود ففيك تنزل غيارات من سادس تنزل تحت لا تنسونا من لايك شير سبسكرايب عشان نوصل مع بعض نحو شعارنا الدائم للعالميه بس بالعرب مع السلام عليكم